السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم، معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق، واليوم محاضرتنا أو القاعدة السادسة بالعود. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقية اللي هي أونلاين مباشرة وياي أو في مول بابلون في بغداد في المنصور، طبعا ثمان محاضرات، وعدي أنه أذهب إلى بيت الطالب اللي هي تكون ساعتين، محاضراتي تختلف لأنه تكون أكثر. واللي يحب أنه رقم واتساب موجود أسفل الفيديو. عندنا القاعدة السادسة واللي هي مهمة، كيف تتمرن على الفواصل بالعود. لازم تخلي خلق يعني بالك، وعندك باع طويل يكون عندك، وصبر طويل بالعود. لكن انت بفترة قياسية رأسا راح تبدي تعزف، وهو التمرين الصح، وتتمرن وفق ما انت تكون مرتاح. طبعا يعني بعض المرات يجيك العامل النفسي انه تمام مرتاح، فلا تتمرن، خليك مرتاح تقعد تتمرن. ومرات عجز، لا العجز روح تمرن، راح تلاحظ نفسك انه تبدع وتطيع هواي كثير من الاشياء. في فواصل تقوي الاصابع وتقوي الريشة، هي راح تكون كالتالي. بما انه اجتازينا واخذنا التمارين، اخذنا الاصابع واخذنا السلم واخذنا انواع الريش الثنائية والثلاثية، هسه اجتك الفواصل لازم تكون مطابقة. بعد ما مسكنا العود راح يصير عندك الفواصل دو ري دو مي، راح يصير صدرد يعني دو 8 راح يصير 7 حتى تتقوي. دو ري دو مي دو فا مي فا با، دو ري دو مي دو فا دو صار دو مي دو سي، ويصير عندك دو. نعيد دو ري دو مي دو فا فواصل سندك. بعدين الدو كيف راح ترجع بالعكس، دو سي دو لا دو سول دو فا دو مي دو ري دو 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 ري. بالأحرى انت لازم تاخذها، نقول تاخذها بطيء أفضل حتى لا تصير صعب عليك. دو ري دو مي دو فا دو صار دو لا دو سي دو. اوكي هذا دو. بعدين ايش تصير؟ او تاخذ 7 او تاخذ 8. دو سي دو لا دو صول دو فا دو لا دو ري دو دو. التمرين الثاني بدون دو، وهذه الصعوبة راح تكون عندك دو ري دو ري دو مي دو فا مي صال فا لا صال سي لا دو دو سي دو لا دو صال دو فا فا مي فا ري مي دو. الثالث واحد راح يصير عندك باع الريشة مالتي، لاحظها ري مي با صل لا صل با مي با مي با صل لا سي لا صل با مي فا صل لا سي دو سي لا صل با دو سي لا صل سي لا صل فا لا صل با مي صل با مي ري با مي. هذه من التمارين المهمة اللي لازم تاخذها بالتدرج، وتقعد على الفيديو مالتي وتبطئ وتكتب شقلت من نوتات حتى تقدر تسجلها لك. في الحقيقة انه دائما اؤكد انه هو التمرين الاكاديمي على النوتة هو الافضل، وانا عندي دروس اني كيف تقرأ النوتة وكيف تتعلم النوتة موجودة في قناتي،
لذلك أنا دائما أنتم بالقاعدة مالتكم حاول أنه ترجع على كيف تتعلم النوتة، والنوتة الموسيقية اللي هي روند اللي هي دائرية تكون عندنا 16 ريشة، وعندنا البلانش اللي هو 8 ريش، وعندنا النوار 4 ريش، وعندنا الكروش ريشتين وفق السياق طبعا بالتمرين، ودبل كروش ريشة وتربل كروش أيضا ريشة بس تكون سريعة. فخلي بالك هذه المعلومات ولازم تسجلها وتدققها، وانت تريد تتعلم عود انت ما تريد يعني كثير من الناس انه يريد يتعلم بسرعة او مثلا بيوم يريد يعزف غلطها. تحياتي لكم، واللي حاب يشترك بالدورات الموسيقية انا حاضر، ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.